ان شاء الله حاجه مين طلبوها تجينا ونشكر كذلك ثاني الوزير الثقافه اللي تكلم معايا في الهاتف وهضر معايا في الحق تاع ربي والله يخلف عليه وكثر خيره قال لي اي حاجه راني هنايا في بلاد العباس الله يخلف عليه وكثر في بيت صحتك يا صح مباشره الكلمه راح تقعد معنا كلمه الناس يتفكر فينا اللهم ربي يحفظكم وتحفظ ربي يحفظكم ويستركم ان شاء الله ومرحبا بكم وبارك الله فيكم كما زرتوني ان شاء الله ربي ان شاء الله خلوا يا ريا قبلونا ان شاء الله عند سيدي ربي كل خطوه في حياتنا وكل كلمه بحال حسنة ان شاء الله عند ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يهدر لك شويه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هكا هكا هادي هاي حزمه تاعنا هاي وقاعد بك وقاعد على عمي حالتي ما تقدرش قعدت في بلاصتي معليش غير يا ما نعمل هذا صباح الخير كيما اليوم كما شفتوا خوتنا اليوم رانا في عند حازم خونا حازم الممثل اللي تعرفوه كامل من سيدي بن عباس او في حاله الحمد لله راهو خير من اللي كان هو يسلم عليكم كامل وقلت لكم ادعوا له باش ربي يشافيه ان شاء الله يعاود يولي للساحه الفنيه ان شاء الله لانه قلنا باللي راه قامه من قامات الفن الجزائري وعنده مد الشعب الجزائري في وقت اللي كانت الناس تهرب من الفن وتروح تروح للخارج هو كان قاعد هنايا والحمد لله واليوم هو مريض وربي يشفيه كما قال لك يتمنى ان شاء الله برك تدعوا له برك باش ربي يشافيه ان شاء الله واللي دار مبادره ولا دارها لربي ماشي اللي دار مبادره دارها لربي يعني هو صح صديقنا وحنا اولى به نطلبوا ان شاء الله كما قال لك الدوله تاعنا والفنانين تاعنا ما نخليوش الفنانين اصدقائهم يكونوا في محنة إن شاء الله هذا ما كان ربي يحفظكم إن شاء الله آمين 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 أنا حاجة واحدة راح أقولها مباشرة المبادرة راح أقولها في فيسبوك وغبادر بها رئيس بلدية ماشي إحنا غبادر بها رئيس بلدية صحة الله يحفظك حبيت الخير ما يشاورش اللي حبيت البلاصين ما يشاورش ماشي معناتها هذه داروها باش يبانوا وليدي البرد خاطيهم البرد اوكي نشكر رئيس بلديه الجزائر الوسطى سي عبد الحكيم طاش على هذه المبادره لانه يعني هو اللي عاوننا اللي زاد يسحبوا روحو وعطى لهم البيت وعطى لهم عاونهم باش ربي يحفظكم ان شاء الله عاوننا باش نكونوا هنا اليوم معهم الحمد لله شويه كان فنانين قبل اللي ما قدرش يجوا مع لي مازال ليا مات ان شاء الله ويروحوا لي هذا ما كان حسيت اللي راه مريض خونا حازم من لا ميا بالراح ولا غير داروا لانونس البارح في فيسبوك اللي شافوها كاين ما شافوهاش واش نقول لكم حازم راه فرحنا راه هضر معنا حازم مع الفنانين يحبوا وربي يزيد ان شاء الله يزيد يطول في عمره وربي يزيد يشفيه ويشفي كاع اللي طول عمره ان شاء الله ديما فوالا وزاره كيف اللي ما جاوش حنا رانا في وزاره اللي ما جاوش ان شاء الله كل واحد ليه وزيره يا عبد الله 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 يا
يعطيك الصحه. راه قدامنا الخير والله، غير قدامنا والله. هاك ولدي تشربيتي الشاهي رضوان ما سمي ما شفتش شكون يصور. انا من يوم انا واش نقول لي بعد خلاص انا جات البنوتي هو على دقيقه خلو قدامك مش خلاص. واش نقول لك راني كلشي ديال العباس بعدا انا جيت عند حاجه ما راح لك حبيب حبيب بطا. ايا شكرا حبيب. أي ولاد العصيبة وين؟ أي هكي تعمل هذا رضوان. ربي يحفظكم انتوما تاني كاع اللي راكم معانا مام اللي ما قدروش يجوا ولا وامي باتوا في لي ميساج وقولهم يعطيكم الصحة. ان شاء الله كيما نقول لك اللي دار حاجة دار هذا ربي وخلاص. سلامك. عمر يا هشام يا هشام احنا رانا فرحانين به وانتوما تعرفوا تعلقوا في الفيسبوك البلاصمون تاعكم. أمي حازم كاين بزاف ناس أمي سقسوا عليك في السوشيال ميديا في الفيسبوك أمي يسلموا عليك أمي يقولوا لك إن شاء الله تبرى إن شاء الله وتعاود تولي الساحة الفنية وربي كما يقول لك يعطيك صحتك إن شاء الله وطولة العمر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أختي راك فرحان. أنا كما قال لك أنا وصلت سلام اللي رامي باتوا لي في لي ميساج وأنا قلت له إن شاء الله إن شاء الله ربي يشافيه برك ادعوا له برك. هذا واش متمنيه هو يتمنى الدعاء ان شاء الله يعطيكم الصحه كامل اللي راكم معنا ونشكركم ان شاء الله. مام اللي ما يقدرش يجي ولا يعني مام كيدعي له هذيك انا هو معكم في قلبي جي عندي اختي والله العظيم والبركه عاشو ربي سبحانه لقانا عن في الموت عطاها الله يرحمه. وي تلاقيت مع الفنانين وربي قال لي قال هذوك مش غير هي تجي غادي كاع يجوا. الحمد لله يا رب جبت لنا من الجزائر وجينا نجرو ونوض لنا على 4 تاع الصباح وعلى 7:30 قلعنا وجينا. قال لي البارح انا كان عندي الخبر. وي قلت لحمو. وي وي الله يخلف عليه كثر خيره ثاني حمو كثر خير وحمو. وي نتمنى المبادره تكون من كل الولايات الجزائريه ان شاء الله يا ربي. فوالا حمو انسان طيب بزاف. هاكو خويا رضا ثاني توما درتو واجب يعني بلا مزيت. هذه بلا مزيت بلا مزيت. ربي يحفظك خويا زكي. تو ان بيغ تو ان كوليك تو اي تو. ربي يحفظكم. ما كاينش اللي ما عندوش معاك سوفونير، ما كاينش اللي ما خدمش معاك والحمد لله. الحمد لله. حسن بوليفان تعرف من وقت مين كانت صحراء صحراء يا حسرة. وي وي يا حسرة يا حسرة. وي صار خدمتو في الصحراء. لا ما خديتونيش معاكم. حتى يا حازم فايت فايت وبت عندك في الدار راني عاقل بعد ما قعدت عندي يومين. الله يبارك بت في دارو ما داوكش في ريدا ما داوكش معاهم ما داوكش معاهم. شوفي حزيم كاني رمو فات معايا في التكريم يعني راه عندي. وي 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 تكريم 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 تالي تاع رمضان اللي فات بيان سور. وانا وين يكون في حبيب الله نجي بيان سور. خويا حازم ربي يطول في عمرك بركا دام ما كنوليش فيك ان شاء الله. ان شاء الله يا عم هذا تعاود تولي لنا ان شاء الله. شوفوا غادي نقول لكم كلمه حاجه. شوف ما غير يهضر مليح برا. لا الحمد لله. شوف كاين فن كاين فن وين فنان فنان وين صح يعني معي يدخل روحها باش يضحك وهو ما يضحكش ما يضحكش وكي يبغي يضحك يضحك وكي يبغي يضحك يضحك باللي رول تاع الناس. لا يضحك انت تاعك حازم حازم بوليفان سي بوليفان ما كاينش خد اخر بوليفان يغني كيفك. راك فاهم ولا كاين اللي يبغي يقول لك اودي انايا رانا نعرفوا كل شيء والحمد لله. رانا عندي رانا في عمري 68 انا نربط حنا عام دخلت المسرح خاطش ذاك القيس ما كان يتصاوب ني ديك ني في الوين نربط حنا عام دخلت ياك 65 خدمت مسرحيات الاولى لعبت غوليان مولا 14 عام في ولايه عسكر حد الان ما
فيش راهي كاينه معلقه وحنا الله يبارك ما بارك قالوا الكونسيرفاتور خازيمه مخالي لك غير هاك وتهدر غير هاك وتنوض غير هاك خمس سنين وانا غني غير موشحات وغير غير غير فريد العطرش هذا الشيء كنت تغني يا حازم ايا دير لنا ايا دير لنا شويه غني يا جيب لنا تشابهت كيما نقولوا بلا حدود بلا حدود وهي غير كيف كيف صح تدروا لها بومبا طقطقت طقطقت داروا لها حاجه من تاع الدار كلاطت كاع راحت كاع مسكين هذاك المخرج تاعهم بادي بادي مسكين الله يدك راه محمد صحاوي فهما ثاني كان علاه هذا الشيء كيما هكا علاه كانوا غاية وكانوا بيان وكانوا يهضروا كانوا عائلة يا عائلة عائلة وكانوا يمدوا رسالة بيان سور كانوا الناس تفرج مع الفاميليا ويعرفوا اللي خواتاتنا يلعبوا كاع الفاميليا تفرج وي 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 روح نقولها طفي عليا هذي صافي عليها انا راه يرقص لي هنا داير المرا وراه يرقص لي باغي تشيع بالشيعة تاع راجل ماشي تشيع بالشيعة تاع مرا ولا تشيعة تاع دموازيل وانت لو كان حطوها باللي داروا تاريخ الفهمة بلا حدود والفهمة بارك الله فيك نيشان وهو حطوها وقال بينهم وخذنا تاع قسنطينة ثاني تاع العصابة كانت قفصة شما اللي ما نساهمش يديروا في مزاق علواش كان واسمو همزة وصل اللي واسمو باك تعرفوا انتوما لي زونسيان اللي تعرفوا خلي اللي راحوا في فرنسا هربوا كاع تاع واسمو سماتي كانت قفصة شما كانت بلاد ميوزيك السلام عليك كنت هنا منافسة عاصمية وهرانية وقسطينية عصاب أوطار كانوا يبانوا فيها الله يرحمه زرشيد رشيد زرماني تاني ثلاث راجل شابة يمينة عرفنا شابة يمينة خبيرة معناتها انتوما فرشتوا انتوما درتوا لاباز مي مالوغوزمون اليوم ماشي ما كانش لا كرياسيون ولا حاجه كان ديجا الله يبارك مي توظيف الفنان اليوم ما كانش اليوم يفهموا كلمه البوز بكري كنا نمشيو بالحفا باش نروحو نخدمو هكذا دوك هذيك يدير تصويره يحضر يوتيوب يسب يروحو بدون زبل يولي ستار اسمع سي لو بوز انا راني نخدم في بلاصه يحوسوا على البوز حسن كل بلايص يحوسوا على البوز حوسوا على النومبر دو فيو حسن ما يشوفوش النومبر الجزائري اللي يقدر يجمع انا مادا بيا اليوم سمحي لي بارك كلامك انا مادا بيا اليوم كي نخرج لبرا ما يسبونيش الغاشي بالعكس يقولوا بارك الله فيك حسن باسكو جو فولي تو دير حنا زمان كنا ندخلوا لي فامي افيك اونور كان الحجمه وكناش ندخلوا العرا ما نعرفوش العرا الان ندخلوا اكزاك افيك بروبرتي فوالا انا حبيت نوصل كلمه اليوم حبيت نقول لكم باللي انا ما دير ما نحوش على النومبر دو فيو ما يهمنيش حاجه يشوفوني انا ما دير شحال نقدر نجمع بين الاب والام والام اكزاكتومون سي سا يفو شيرشي لا سوسيتي الجيريان اليوم خلطوها لنا جور زربعوها بالقوه هي نعمه ونقمه في نفس الوقت سمحي لي نعمه ونقمه كانت قناه وحده اليوم نعمه ونقمه في تعدد القنوات انا سميتها كاين الفتوحات الاسلاميه اللي هو الفتوحات الاعلاميه معناتها اليوم فتحت الاعلام صح سيغت بيان ولكن تجربه هذا الاعلامي اللي نجيبه انا
ما نجيبوش من المدرسه ونحطوا ديريكت، لازم نعلموا ونقول له باللي كاين اللي كاين معناتها لونتوكريتيك. قال خويا العزيز قبل ما نتجوز هذه لازم نعرف واش كاين داخل. اكزاكتومون. باسكو علاش؟ الجيري سي اكبر دوله في الوطن العربي وفي العالم ربما 10 عالميا. هاد الجزائر قاره، هاد الجزائر قاره فيها الناس محافظين، فيها ناس سيفيليزي بيان سور، كاين ناس في المدن. ما نخممش على لي غروند فيل، خمم كذلك على لي بتيت فيل. هذا الناس المحافظه، الناس كي كان يدخل عمي حازم ومصطفى وحميد ومجموعه كبيره الله يرحمهم كانوا معكم، هذاك عباس كانوا اسماء في هذاك الوقت احنا صغار كبرنا بهم، كبرنا بهم عمرنا ما نموتوا بهم. كانت لاجينيراسيون عبد الله رجعتو، كانت لاجينيراسيون واعره بزاف، حميد وحديدوان اللي ربوا جيل كبير اليوم، كعلنا وما سعوده سمحوا لي تربوا، تبعوا معايا مليح، تربوا بجيل تاع حميد ومجموعه. خليك من المسرح، انا ما نشرح المسرح، المسرح اكبر منا، انا نحكيك على التلفزيون وصوره التلفزيون كيفاش تربى الجيل اللي راهو اليوم مربيها في هضر غيره. في التسعينات رغم كاع واش كانت صعوبات على الجزائر، جات مجموعه من فرفور مرمور، تاع فرفور الجيل تاعكم اللي كانت فيه تطا ليندا كذلك. في التسعينات في الالفيه الثالثه ولو حاجه كاين الالفيه الثالثه ما كانش تربيه اجيال، ولو ان مؤخرا جا يزيد، ولكن ما كانش كاش كيما كيما شي كيما كان ما كانش. علاش تطا الجوا هذيك تاعهم؟ لا 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 لا، حنا في تاعنا كان جعفر بيك وعمي علي بيك. لا 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 لا، بما انك تكلمت على وتمو تفكر جعفر بيك الله يرحمه، علي فضل انا جبتك جيل 63 64. انا لا انا ما فهمتنيش، حبيت تقول ماشي متفكر، انا ما حضرليش في راسي، انا اكبر مني، هذا اكبر مني فنا وتقديرا وشانا، ما نقدرش نوصل ليه هذاك هرم. ايه يعني ماشي جيلي انا، انا جيلي عندي علي طفل. علي فضل ماما الجوا. انتوما ماما الجوا. لا ما فهمتش. عليك صاحبي. فريدة فريدة. احنا زهير عبد اللطيف. زهير. جيلاني. شكون انتم؟ جماعة انا ما حضرليش. سمحوا لي باش ما يلومونيش الناس. انا ما غلطتش. انا ما بديتش. وحنا في الستينات. حنا ستينات. جيل تاعكم. لا لا جيل الثورة. انا وفريدة كنا كيف كيف في جيل الثورة. اسمح لي. جيل الثورة جيل اللي ما نقدرش نرجعوا ليه ابدا. حزين. مستحيل. حزين. صدقيني. لا لا حزين. راني حبوه يا عيني. حزين. حبوه هذاك عليك. نهضر حاجة على لي زونسيان هذو اللي راهم مهمشين. رانا مهمشين يا خوتي. ما مشي كلهم كامل. عيني صح. الناس بزاف راهم يسلموا عليك، أنا مش قادر نقول أسماواتهم، كاين غاشي بزاف منهم لي زارتيست راهم يبعثوا، كاين شريف بن عمارة تاع القبيلية ثاني كاو يبعث، كاين ناس بزاف دي فامي راهم يقولوا لك إن شاء الله توقف على رجليك إن شاء الله. وتولي بصحتك. ان شاء الله، ورام يذكروا فيكم واحد بواحد، داله تاع الفهامه، خطيب وعلامه، ما يهضروا عليك حسن. انا المعلومه اللي عندي لحقتني، قالوا باللي درتها بالعاني باش تلمنا ونجوا عندك. جو عندنا ما دخلها بالعاني، قالوا لي باللي حازم دارها بالعاني باش يلمنا كاع ونجوا. فقت لك روح انت هضرتي. انا كي هضرتي كي قلتي لهم يا عمري ربي يحفظك. انا راه فرحان كي شفتوها. لا شكون اللي قال؟ والله غير الحمد لله. شكون اللي قال؟ شكون اللي قال وسيله؟ محزن. اسمعوا عندكم ما تخبروش، خلوني ندير لا تكوين زينين. انا في الحق شوف بازوكا حاب يدخل في الحق. يا بازوكا قول له واش حاب يقول لنا. هاي اسم شكون هذا بازوكا؟ بازوكا صديقي وبنيتي ونحبك بازوكا. هيا قولي واش حبيت تقول بازوكا؟ اسلام ياك. لا لا بازوكا رومليا. بازوكا تسمع فينا؟ هذاك البازوكا. لا رانا عند حزيم لي قلت لي سلمي لي عليه، ها ولا هنا وربي يحفظك بازوكا. سلم لي على المدام وعلى الدراري وعلى وليد ومحمد طوطو بلال. لا معليش. الو
فرعون بعت لك رانا جينا حتى سيدي بلعباس بلال جينا نشوفو حزيم هاي خلاص ها هو ها ها نجوز لك وحدك جوز له بوليفان هضر معاه واش خويا واش راكم والله غير نقول لك حاجه انا ومرتي والله غير ولي ديفان عندكم والله غير ولي ديفان يا خويا غمت على كل حال مانيش نسمع ربي يطول في عمركم ورانا فرحانين انا عندكم حازم فوالا ان شاء الله نتلاقاو في باري ان شاء الله في الفيسبوك علي شويه هيا وفي الجماعه كاع هنايا تاع تاع هاك خالتي بوعلم هاك هيا سيبو جوج شوف بازوكا كاع من لهنا شوفهم فوالا هاملك توت ليكيب تو لي زارتيست هم لهنا حبيدا هاولي الفوتو الجماعة تاع سيدي بلعباس فوالا كريمو تاع بطاش كريمو تاع بطاش يا كريمو تاع بطاش لاباس خويا لا بازوكا داري داري ولا لا يعطيها لي عندي حازم كان حاب يقول كلمه كان حاب يقول كلمه على فوالا حازم حازم بغيت نقول لك حاجه بيان سور الله يبارك يا حازم احكي لنا هذيك الفوالا ثاني يوم باغيين نتصوروا معاكم بيان سور نتصوروا كاع كيف كيف الحال ان شاء الله تصوروا معنا حنايا وحنا نتصوروا معاك فيفتي وتلاقينا في الرويال وهي ثاني ما شحال مع الثانيه ما خدمتش معاك انا لا تلاقينا لا لا تلاقينا خطر لا تلاقينا خطره في الجزائر وي خو اخت صاي اخت نيا حبيبي هاكا حازم هاكا ندير لي حازم يعطيك الصحه على بالك درت لي جاست قلبي راه يوجع شكون اللي دخلك للميدان الفني ماشي انايا ايش انا ديت الكتياد ما تقول لي حقا وين خدمنا ما زيدها دقيقه في ظهرك هيا روح زيدها دقيقه في ظهرك لا زعما راني نتفكر كاع الحمد لله كاع خدمت معاهم صح كاع 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 عندها الوزاره وين ساعات عندي الوزاره نحب نقولكم خليكم بخير ان شاء الله باش هذاك هو باش بيطول فيها مالك ان شاء الله باش نخليوه يريح باش ما نكثروش عليه ثاني انسان مريض ولا في يعطيكم الصحه على اللي ميساجيركم يعطيكم الصحه انكم تبعتونا وسمعتوه ان شاء الله ادعوا له بركه دامك خلوا في رحكم ان شاء الله وفريزير ان شاء الله السلام عليكم Thank you.